أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره؟ نعم، واجبة عند ذكره، بدليل حديث: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قال آمين. فيصلى عليه عند ذكره وجوبا، صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وجوبا، وهذا من حقه علينا. وفي الحديث الآخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. في الحديث الثالث: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.